عودي معكم للمتابعة. خفيف نضيف اليوم من المطبخ، أنا شيء مش كتير على ذوقي بس ماشي الحال، راح نروح لعندهم. صباح الخير جوزيف، وصباح الخير شيف. صباحه. رح ندوقه لجوزيف لحتى يضل مبسوط منه. صح. اوكي. اليوم جوزيف رح نحضر انا وشيف حسين سلاد غير شكل، لان رح نخلط فيها من الفاكهه الستار، اذا بدك نجم فاكهه الصيفيه، واللي هو الشمام. طبعا شاف فينا نحط اكيد بطيخ، بس هون المبدا من هيدا السلاد اليوم هو انه نعبي مي قد ما فينا، نعبي مي لانه الطقس حار جدا، رطوبه عم بتكون عاليه، والكل عم بيعرقوا كثير، عم بيخسروا مي كثير. هلا طبعا بدنا نشرب مي قد ما فينا، بس كمان بدنا نعوض بالاكل والاصناف الاكل اللي اكثر شيء ان كان بالخضار او بالفاكهه فيها مي هن فصيله البطيخ، ان كان البطيخ الاحمر او البطيخ الاصفر ما يعرف عفوا بالشمام عنا بالمنطقه، وطبعا الخيار. هلا انا شخصيا حسيت هالمزيج بيلبق كثير على بعضه، وبنفس الوقت يعني كيف صادفت انه الثلاث انواع من هالخضار والفاكهه بيرطبوا يعني او بيخففوا من العطش. عندك الخيار طبعا فينا نستعمل المقتي، نحن عندنا بلبنان الخيار الاخضر الفاتح اللي ما يعرف بالمقتي كثير كمان هلا موسمه طيب. عندك طبعا الشمام اللي هو اساس السلاد، وعندنا النعنع. نعنع كمان عم نضيفه على، فينا نضيفه على الشاي او على المشروبات الساخنه او حتى على المشروبات البارده، يعني وقت نعمل ليموناضة كمان بخفف كثير من العطش. هلا الحبق او البازيليك كمان بيلبق مع هيدا السلاد، بقى الواحد بنقي اللي بفضله اكثر. هون انت بتفضلي اذا حطينا حبق نستبدل الصلصة اللي عملتيها بصلصة بيستو؟ فينا، بس المشكل بصلصة البيستو مشان هيك أنا ما عم حضرتها اليوم، مع أنه في كتير طيبة بتطلع أنه بتعطش، لأن بدك تحط فيها بدك تحط ملح أكيد، بدك تحط ثوم، فيفضل أنه نبعد عن البيستو إذا ما بدنا نعطش كتير. بس فينا نحط شوي كمان بيستو. ما بيمنع. وهون محل الشمام بطيخ الأحمر، فينا نحط كمان أناناس؟ فينا، بس كمان رح يعطش أكتر. بقى كل ما بدك أو بطيخ أو شمام، بطيخ أو شمام أزبط شيء، هيدا الأساس السلاد. وبعدين حتى نشبع إذا بدنا إياها تكون وجبة خفيفة على المساء أو على الغداء، إذا ما بدنا ناكل شيء كتير ضخم على الغداء، وإذا كنا على البحر جبنة. هلا طبعا كل أنواع الجبنة مالحة. هلا أنا اخترت الفتة، بس ممكن تحط حلوم، ممكن تحط الجبنة البيضة اللي ما بتكون مالحة كتير، أو الدوبل كريم كمان. إذا حطينا فتة أو حلوم عادي مالحة ما حليناها، ساعتها بالصلصة ما منحط ملح. أنا رح أدي للصلصة، رح أتركك تقطع لي الخيار والشمام، بركي منقطعهم مكعبات إذا بدك. هلأ فينا كمان بيكونوا، فينا نقطعهم على شكل، إذا عنا مقطع القلة أو البول الصغيرة تبع البوزة، أو حتى مكعبات اللي أنت جعبالك نعمله. أنا بهالوقت رح أحضر الصلصة اللي هي رح تكون كتير سهلة. رح نحط تقريبا ملعقتين من خل البلساميك، أنا هون نزل معي شوي أكتر من ملعقة، رح أزيد بعد شوي. وين بدنا نحطهم؟ هون بنحطهم هون. أوكي. ورح أحط نص ملعقة من العسل، أو تقريبا ما يعادل الملعقة صغيرة، وراح زيد زيت زيتون. مثل ما قلت هون لانه عم بستعمل الفتة ما راح احط ابدا ملح، فهون ملعقه طعام زيت زيتون. هون لان الفتة مالحه فما راح صح، ما راح نحط. هلا اذا نحن ما عندنا مشكله ننتبه على الوزن وعلى الدهون بقلب السلطه، لازم معيار البلسميك فينيجر او خل البلسم مع الزيت يكونوا قد بقد. يعني اذا حطيت انا ملعقتين خل، حط ملعقتين زيت زيتون. وهون برجع بنقول انه زيت الزيتون مفيد جدا، ما عندنا مشكله الا اذا نحن عم نحافظ او عم نركز على كميه الزيت اللي بدها تطلع لي بالنهار. بس بما انه هيدا السلاد ما راح يكون فيها دهون اكثر من الموجوده بالجبنه، فحطينا ملعقتين
زيت. هلا طبعا رح ازيد شويه لوز وشويه جوز، فينا نحط صنوبر كمان بيطلع كثير طيب. كله هيدا لنحصل على، اذا بتفكر فيها شيف، طبق كامل. يعني عندك خضره، عندك فواكه، عندك بروتين من غذائية. صح، عندك بروتين من الجبنه، وعندك دهون ان كان من الزيت او من الجوز واللوز. وبذكر شيف انه الجوز واللوز كمان فيهم شويه بروتين لكل الاشخاص يلي كمان عم بينتبهوا ما عم ياكلوا لحوم كثير وبدهم يحصلوا على البروتين. صح. بقى رح نزيد كمان انا قطع جبنه هون، حطيت اذا لاحظت تقريبا قطعه واحده لهيدا الكميه. نحن عم نعمل انا وياك ما يعادل تقريبا حصه للشخص الواحد، فرح زيدهم على السلاد او بركي بالاخر هون بنزيدهم على الوجه. بهالوقت رح احط نعناع بنقطعهم، بنزيد بعدين شويه. هلا ما بيمنع نخلط نعناع وحبق، بس انا النعناع بالصيفيه مع الشمام بحسهم اطيب اطيب وبيلبقوا مع بعضهم كثير. صح. البازيليك كمان اكيد. يب. بس بحس هيدا بنعناع بخفف من العطش، ببورد اكثر. بدك نحط كم ورقه؟ بنحط كم ورقه، بيطلعوا طيبين كمان مع بعضهم. رح نزيد كمان تقريبا هيدا الكميه من اللوز، وهي الكميه من الجوز، ومنكون صارت السلاد جاهزه. رح زيد الجبنه على الوجه اللي هي طلعت تقريبا قطعنا قطعه تقريبا حصه واحده. اوكي، وهي انا اخلطهم عني، تخلط لي اياهم. يلا بنكون صرنا جاهزين. يلا اوكي، ورح نرجع نحطهم بالشمامه، بقلب الشمامه. كثير حلو شكلهم بيطلع. وفينا كمان اذا نحن فضينا شمامه كامله لعدد اكبر نخلي الكعب تبع ال اوبس. اوكي، شكلها بشهي. إذا بدي كمان فينا نحط جوز بعد؟ إيه ولا بدك منزين شوي بحبة بالجوز؟ صح. وبكم حبة إذا بدك بازيليكا أو نعناع. ميرسي شيف. أوكي، هاي نعطيها لجوزيف. لك أهلا وسهلا. هاي لوين رايحة؟ لعند جوزيف. لعند جوزيف، إيه ما يزعل منا. وينك يا جوزيف؟ ثانك يو، عم تفكروا فيي حتى أنتم بعد بريك وبنرجع.